السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نستعرض طريقة عمل المسافة في الاسم الخاص بنا في أي لعبة، يعني سواء في لعبة الإفس موبايل أو في لعبة ببجي أو في لعبة فري فاير. سوف تستطيع عمل مسافة في الاسم الخاص بك، كذلك يمكنك أن تعمل الحروف الكبيرة الخاصة بالاسم الخاص بك، لأن هنالك الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالأسماء الخاصة بنا. يمكن أن تضع اسم أنت تفضله أو اسم مميز بالنسبة إليك، وسوف تجد شخصا آخر يستعمل نفس الاسم. بالتالي من الضروري أن تقوم بتغيير شكل الاسم الخاص بك لكي يقبل معك. لذلك قبل البداية شباب، لا تنسوا الصلاة على أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. خلونا ننطلق يا شباب. أول شيء معنا هذا الموقع خاص بتغيير الاسم الخاص بك، يعني سواء أردته بحجم كبير أو حجم صغير أو بإضافة معينة. شباب ما عليك سوى كتابة الاسم الخاص بك. على سبيل المثال خلوني أكتب الاسم الخاص بي على هذا الشكل، ثم سوف تقوم بالبحث عن الشكل الذي ترغب بعمله أسطورة. سواء كنت تبحث عن الاسم بالحروف الكبيرة هو على هذا الشكل، أو سوف تبحث حتى تجد الشكل الذي أعجبك في هذه الأماكن. كذلك يمكنك أن تستعمل الألوان فيها يا أسطورة، تتصفح حتى تجد الاسم الخاص بك أو الشكل الذي تحبه. فهنالك الكثير من النماذج كما تلاحظون، يعني خلونا نبحث حتى نجد يعني أحرف جيدة. كذلك على هذا الشكل نقوم بالبحث عن اسم يثير الانتباه يا جماعة كما تعلمون. خلوني أعود لأنه يعني سبق ولمحت يعني شكل جيد يا جماعة. نقوم بالصعود، شكلي راح أعتمد هذا الاسم يا جماعة كما تلاحظون. الآن بعد أن حصلنا على الشكل الذي سوف نرغب به، نقوم بنسخ الاسم الخاص بنا عن طريق عمل كوبي، ثم نقوم بوضعه في أي مكان يا شباب. ولو توجهنا لأي لعبة يا أصدقاء وقمنا بإدخال الاسم الخاص بنا، سوف تواجهون مشكلة محدثة سوف نقوم بحلها يا جماعة. على هذا الشكل نقوم بنسخ الاسم الخاص بنا. كما تلاحظون قد تم إزالة المساحة التي وضعناها سابقا. كيف سوف تحل هذه المشكلة؟ فهي مشكلة بسيطة يا جماعة، ما علينا سوى التوجه لهذا الموقع. جميع المواقع سوف تجدونها في أسفل الفيديو يا جماعة، في وصف الفيديو سوف تجدون كل المواقع. ما عليك سوى نسخ هذه المسافة يا جماعة. كما تلاحظون هذه المسافة يعني من الصعب أن تنسخ معك، لكن حاول معها على هذا الشكل، ثم تضغط على نسخ يا أسطورة. بعد ذلك نعود للعبة التي أمامنا يا شباب. سوف نقوم بحذف الأحرف يا شباب على هذا الشكل، ثم سوف نقوم بوضع المسافة الخاصة بنا على هذا الشكل، ثم سوف نكمل الاسم الخاص بنا يا شباب. فبهذه الطريقة سوف تستطيع أن تعمل المسافة الخاصة بك في أي اسم يا أسطورة، وبهذه الطريقة سوف تستطيع أن تعمل اسم خاص بك يا عالمي. لكن إذا أردت أن تضع المسافة على الاسم الخاص بك، يعني الاسم الذي اخترته سابقا، ما عليك سوى نسخ هذا الاسم يعني في مذكرة، ثم تقوم بحذف هذه المسافة التي أضفناها من خلال الكيبورد، ثم سوف تضع مكانها المسافة التي قمنا بالحصول عليها من ذلك الموقع، ثم سوف تقوم بنسخ كل شيء على هذا الشكل، ثم سوف تتوجه لأي لعبة تلعب بها، ثم سوف تضع الاسم الخاص بك كاملا مكمولا على هذا الشكل. والآن كما تلاحظون لدينا اسم أسطوري خاص بنا يا شباب. خلونا نضغط على تأكيد ونشوف هل سيقبل منا يا جماعة. أكيد راح أغير الاسم الخاص بي، هذا السؤال الغبي. وكما تلاحظون حصلنا على اسم أسطوري مع مسافة يا شباب وبأحرف كبيرة يا جماعة. وخلونا نلعب مباراة الخصم اسمه يوسف مع تشكيلة بأوفر 103. خلونا نشوف كيف سوف تكون أول مباراة باسمنا الجديد يا شباب. يا رب أن تكون مباراة أسطورية أصدقائي. خلونا نشوف ماذا سيفعل يوسف. خلونا نعطيه لايك يا جماعة، خذ لك لايك يا أسطورة. خلونا نشوف كيف سوف يتعامل. ها قد بدأنا يا شباب. يا أخي من باب الاحترام رد لللايك يا عالمي، يعني شيء بسيط، لايك أعطيني لايك، أعطيتك لايك. لكن خلونا نشوف ماذا سيفعل. شكله راح يسجل عصب علي يوسف. مستحيل، هل ستكون هزيمة ثقيلة؟ والله لا أعلم، يعني منذ البداية استفزني بالإيموجي. لكن خلونا نركز أصدقاء، يعني لازالت المباراة طويلة كما تعلمون، فأنا أسطورة الأساطير، من الصعب أن أنهزم يا جماعة. خلونا نشوف، حتى الإعادة تركها لي كما تلاحظون، والله سوف تبلع، والله لو أموت. المهم ألا تنتصر علي. لكن خلونا نشوف ماذا سيحدث يا شباب. على الأقل يوسف عصبي، هذا هو الشيء المؤكد يا جماعة. يلا يا شباب خلوني أضع
أضع كل خبرتي في هذه المقابلة. يلا يا فولار، يلا يا فولار، والله سوف نعود في النتيجة. الكرة مع فوضين، فوضين إلى وين؟ إلى كارلوس، كارلوس إلى باليرلا. هل سيكون الهدف الأسطوري الخاص بنا؟ بسرعة سوف يكون الرد السريع. يلا يا راشفورد، أنت أملنا يا راشفورد. مستحيل، الكرة مع فولار، فولار إلى باريلا، مستحيل. لا 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 لا، عالمي عالمي، الرد السريع كما قلت لكم. من الصعب أن أنهزم، حتى نحن سنترك له الإعادة لكي يشاهد الهدف كيف ولو أن يسجل. مثل هذه السلوكات لا أحب، يعني يترك لك الاحتفال ويترك لك الإعادة، لأن مثل هذا الشخص يستاهل أن يشاهد كل شيء يا شباب. لكن خلونا نركز حتى لا نبلع الثاني يا جماعة، خلونا نركز. هذا الخصم يظهر أنه أسطوري، لكن كل شيء سوف نشاهده يا شباب. الكرة مع الخصم، دي بروين إلى كارلوس، كارلوس يعيدها لدي بروين، دي بروين إلى ويل، إلى بلاك، بلاك بلاك إلى داغليتش، داغليتش لويل، لجوطا، جوطا إلى فيني. هل ستمر يا فيني؟ فيني مستحيل يمررها لي. وين؟ لجوطا، جوطا، تكفى يا كانافارو، أصبحت مرتدة. هو الهدف الثاني. الكرة مع فولار، فولار 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 فولار، مستحيل إلى إيزيبيو، إيزيبيو 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 إيزيبيو، مستحيل، ضيعتها إيزيبيو، لازالت معنا. الكرة مع راشفورد، راشفورد راشفورد، مستحيل، ضغط رهيب رهيب رهيب، ضربة جزاء، الحمد كما لله. قلت لكم الرد سوف يكون سريع، والرد سيكون قاسي قاسي، تكفى يا إيزيبي يا عالمي. الهدف الثاني، وعملنا ريمونتادا في الشوط الأول فقط يا شباب. خليه مجددا يشوف الإعادة يا إخوان حتى يتعلم ينرفزني يا جماعة. شاهد شاهد الإعادة وكيف تسجل الأهداف يا يوسف، لاحظ لاحظ. والله مثل هذه الحركات لا أحب أن أعملها، لكن عندما أواجه مثل هؤلاء الخصوم والله أعجبهم يا جماعة. خلونا نشوف ماذا سيفعل، هل سيأتي بالتعادل أم لا يا شباب؟ يلا يلا يا يوسف، يلا يا يوسف، أين هي الرسومات التي كنت ترسلها لي أو شعارات الصمت يا جماعة؟ خلونا نشوف ماذا سيفعل. تكفى يا باريلا، يا مستحيل، أصبحت مرتدة، لا تقل للثالث. الكرة مع فولار إلى إيزيبيو، إيزيبيو، خلونا نبحث عن الفراغات. يلا يا راشفورد، راشفورد راشفورد إلى فولار، مستحيل يا فولار، قطعها، مستحيل، أصبحت مرتدة للخصم، يعمل للوانتو، وين رايح يا جوطا؟ جوطا يمررها للدار، داغليتش داغليتش لفيني، فيني 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 فيني، تكفى، مستحيل، الحمد لله الحمد لله، صفر الحكم يا شباب. لكن خلونا نركز، لأن 2-1 والله نتيجة مفخخة، في أي لحظة يمكن أن يسجل علي. لكن خلونا نشوف هل سنستطيع التسجيل مجددا منذ بداية الشوط الأول. خلونا نهدي كرة يا شباب. الكرة معاي، الكرة مع باريلا، باريلا إلى فوضين، فوضين فوضين، خلونا نبحث عن التمريرات المضمونة. يلا يا تشافي، معك إيزيبيو، إيزيبيو، إيزي، مستحيل، لا لا لا، عالم هذا اللاعب، كيف تحرك، مستحيل، يا ساتر عليك. خلوه يشاهد مجددا الإعادة، والله حتى أنا محتاج أشاهد الإعادة يا شباب. لاحظوا كيف عمل الانطلاقة مع دي ليخت يا جماعة، لاحظوا لاحظوا، مستحيل مستحيل هذا اللاعب يا إخوان. والفينيشين عنده سريع جدا في المراوغة والسريع جدا في التسجيل، وأكيد هكر الهجوم إيزيبيو يا جماعة. خلونا نشوف ماذا سيفعل. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف، خلونا نشوف، يقطع إيزيبيو، استعيدها مجددا، ماذا ستفعل؟ هل ستقلص الفارق؟ جوطا، جوطا إلى دقليتش، مستحيل، كارلوس ألبرتو، يلا يلزمنا الرابع والخامس حتى نعدبه يا جماعة، حتى نعدبه، لأنه لم يعيد لي اللايك الخاص بي يا شباب. يلا يا فولار فولار فولار، مستحيل، لا 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 لا، خلونا نراوغ الحارس، خلونا نراوغ الحارس، مستحيل، ماذا يحدث يا جماعة؟ يلا خلونا نسجل الرابع، يلا 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 يا تشافي، نريدها مليمتري، يا حرام طيح، لازالت مع باريلا، باريلا 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 باريلا، بوم، مستحيلة يا باريلا، هدف نختم به كل شيء يا شباب. لهذا أنصحك يا يوسف بالروح الرياضي، أرسل لك أي شخص لايك، أعد له اللايك، لن تخسر ولا شيء، لا ترسل لي الصمت يا عالمي. لكن خلونا نركز، يمكن أن يعمل لي ريمونتادا يا شباب. الكرة مع الخصم، جي بروين يقطعها، مستحيل، أصبحت مرتدة، المضمون
الضيف الخامس والله بقى في يوسف يا شباب، لكن خلونا نسجل الخامس إخوان. يلا يا راشفورد لوسي في التغطية يا جماعة، خلونا نسجل عرضية، منذ مدة لم أسجل عرضية أو ركنية يا شباب. يلا 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 حرام الضيع فولار، هل نعيدها مجددا؟ يلا يا فولار 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 فولار، ماذا تفعل يا كنبارو؟ دائما اللاعبين يقفون تكفى يا باريلا على التدخل، لا زالت فرصة، مستحيل تسلل، تسلل واضح يا شباب. أعتقد أنه لم يتبقى ولا شيء يا شباب على نهاية المقابلة وأولى الانتصارات لي باسمي الجديد يا شباب. كما تلاحظون ماذا تفعل يا يوسف مع إدرسون؟ هذا إدرسون لا أنصح به يا شباب في حراسة المرمى. كثير من الإخوة يكتبون لي هل إدرسون جيد، لكن لا يا جماعة، حتى مع 30 تدريب سوف يكون معك سيء. ماذا تفعل يا خصم؟ هل ستسجل الثاني؟ هل ستسجل الثاني؟ هذا كنفارو لا يرحم في خط الدفاع، تكفى يا كنفارو، صحح الخطأ ويعيد، يعطيهم كورة، مستحيل. الحمد لله الحمد لله، لكن خلونا نشوف. أعتقد أن يوسف سوف ينسحب يا شباب، لذلك هذا كل ما كان معنا في هذا الفيديو يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم على المشاهدة يا جماعة.